السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معيدين جديد النهاردة، ايد يوم لذيذ خالص وان شاء الله كلنا هنحبه. بسيط، هت اضرب هت ذا بوكس الكتب، هت ذا بوكس انزل في الكتب تقطيع طخ 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 طخ، ومسك الجلدة كده تيريت قطعها بوم. هت ذا بوكس المعنى الحرفي اضرب الكتب، ولكن المعنى المطلوب منها او المقصود منها ابدأ ادرس او ادرس بجد. start to study او study hard. I have to go. I have to go where? I have to go to hit the books because the finals are the next week. Oh my god، الراجل ده لازم يلحق يذاكر لان الفاينلز بتاعته الاختبارات النهائيه بتاعته the next week. The next week. لو نشوف مثال اخر، I can't get out tonight. I've got to hit the box. I've got to hit the box. أنا ما أقدرش أخرج النهاردة يا شباب، معلش سموحة يا شباب سامحونا. I can't get out tonight. أنا ما أقدرش أخرج النهاردة because I have got to hit the box. Why? Maybe he has an exam. Maybe he has an exam. Or not. ممكن ما يكونش عنده اختبار. ممكن يكون عنده تسميع عادي. ونختم بدي بقى، كلنا بلا استثناء ايام الامتحانات والاختبارات هوب كل يجري على الكتب فاينلز طبعا. فممكن نقول الجمله دي at exam times all of us go and hit the box. All of us go and hit the box. كلنا بنروح شغالين تك تك دراسه 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 ما شاء الله، يعني بناكل الكتب اكل ويا ريت بينفع. اللي بنذاكره ما بيجيش في الامتحان وده الغريب. افتكر hit the books معناها study hard او to study. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.